أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه من الطرف فيها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا في سورة الجن. زين، كل الآيات فيها وأنهم كلها فيها الكسر وفيها الفتح، إلا وأن المساجد لله فاتفق القراء على فتحها. فكان الشيخ الهمداني يقول لما يشرح كلام الشاطبي وعن كلهم أن المساجد فتحه، يقول لهم المساجد لازم تكون مفتوحة ما تتكسرش. عن كلهم أن المساجد فتحه. فضيلة الشيخ القارئ عبد الرشيد بن علي صوفي في حلقات خاصة من برنامج صدى المحراب. صدى المحراب حكاية تروى.